هلو هلو، يوم جديد يوم سعيد، يا رب يكون كله خير وبركة وسعادة وطاقة إيجابية. فصل الصيف محتاج أكلات معينة، أكلات فريش، أكلات مختلفة، وبرضو محتاج أكلات سهل نقلها. ما أكتر الناس اللي في الصيف يا إما بيروحوا مثلا لو عندهم أهل بإسكندرية بيروحوا بيسافروا لهم، الناس بتروح المصيف الساحل على طول on the run، إحنا on the go، فمحتاجين ساعات كتير إنه يبقى معانا finger food مشبع طعمه حلو بيقعد فترة طويلة من غير ما يتغير طعمه ويتغير شكله، ونقدر ناخده معانا في تابروويرز في العلب ونسخنه وقت ما نحتاجه. للولاد بالذات بيبقوا عايزين طول الوقت على البحر والسباحة، بيجوعوا بسرعة، لقمة كده تبقى معمولة بكل حب مليانة فوائد ووصفات شهية. طبعا عندنا وصفات الفطاير، عملنا فطاير الشامية كتير، عملنا خلية النحل، ارجعوا اكتبوا مي شو فطاير سبانخ فطاير جبنة هتلاقوا كتير. بس النهاردة هنروح في رحلة مع الفطاير من حول العالم. عارفين انا عندي دايما الشغف اني اتعرف على الاكلات المختلفة من حول العالم، نكتشف دايما فيها حاجات شبهنا، مش لازم نبعد عن النكهات اللي احنا بنحبها. النهاردة هنروح على المطبخ الأوكراني، المناطق اللي هي الاسكندنافية، هنعمل حاجة اسمها بيف بيروشكي. أنا عملتها قبل كده من فترة وقلت النهاردة لازم أرجع أعملها لكم. هي عبارة عن فطاير عجينة لذيذة جدا، عجينة حليب وزبدة وبيض، شوية قلة البيت برياش، بس مش مخبوزة بالفرن. النهاردة هنقليها، هي بتتقلي وبتتخمر العجينة، بعدين بتتحشي وبتتخمر شوية تاني، خلطة من اللحمة المفرومة فيها، خلطة جديدة، حاجات جديدة كده على فطاير اللحمة اللي احنا عادة بنعملها. فدي أول وصفة. التانية هنروح على طول من البرد على الشمس في أسبانيا، هنعمل حاجة اسمها إمباناداز. أعتقد إمباناداز كمان بتتعامل بالمكسيك، المطبخ الأسباني والمكسيكي في حاجات كتيرة مختلطة بينهم. الإمباناداز فطاير عجينتها قريبة أكتر لعجينة الباي التارت، لأنها بتتعمل مش في العجان، تعمل محضرة الطعام، زبدة ودقيق، هي عجينة الباي مع شوية مية، دي بتزود لها بيضة وبتبقى كمان سنة مية أو حليب، وبنعمل أحلى إمباناداز. وحنسويها كمان بالمقلاة الهوائية، قلنا المقلاة الهوائية هي كمان فرن، مش بس كلمة مقلاة دي بتظلمها، مقلاة الهوائية هي فرن ما بنشوي فيه وبنسوي فيه أنواع من العيش كتير. هنعمل إيه كمان؟ هنروح ل شرق آسيا، المطبخ اللي أنا كمان بحبه قوي. هنعمل ستيمينج، يعني هنقلي البروشكي، هنعمل الإمباناداز بالمقلاة الهوائية أو الفرن، وآخر وصفة من شرق آسيا من الفار إيست هنعمل لها سيرينج، تحمير في الطاسة، بعدين هنعملها على البخار، عجينة بسيطة جدا بحشوة من الجمبري. المكسيكية الإمباناداز هنعمل حشوة من الذرة مع نكهات مكسيكية حلوة، البيروشكي حشوة من اللحمة، والدامبلينجز اللي هي على البخار بحشوة من الجمبري، وهحكي لكم ازاي نقدر نغير الحشوات ما بين انواع الفطاير المختلفة. حبيت النهاردة نشوف طرق طهي كمان مختلفة ولذيذة، ناس كتير ما عندهاش افران في الساحل، فممكن تستخدم التكنيك بتاع التحمير على الطاسة والبخار، مجرد البوتاجاز ممكن نعمل فطاير. برضو المقلاة الهوائية دايما برشحها للساحل، سريعة قوي للولاد. النهاردة معانا المقلاة الهوائية من ميانتا، سريعة، ممكن نعملهم اكلات كتيرة فيها، نشوي فراخ، نعمل العيش، نحمر الساندويتشز، برضو نبعد عن الطبخ الكتير بأدوات بسيطة تبقى في مطبخنا، بالذات في البيوت اللي هي مش طول السنة احنا فيها. بفكركم بقعدتنا الساعة 3 العصر على القاهرة والناس 2 و6 المغرب القاهرة والناس 1، كل حلقاتنا على اليوتيوب. بعد الفاصل مستنياكم في المطبخ. هلو هلو، في حلقة لذيذة من ميز شو، هنروح فيها في رحلة حول العالم من القارات المختلفة، وحنعمل وصفات من الفطاير. أول وصفة هي البيروشكي اللي هي هتتقلي بالزيت، ولسه عاملة تست على واحدة، لازم الشيف يطمن، عملت تست على واحدة. البيروشكي أنا مجهزاهم هنا، طبعا هنعمل مع بعض العجينة وحنعمل الحشوة، الحشوة لذيذة جدا، يعني لسه دايقين واحدة فبقولوا لي ايه ده طعمها حلو، لانه مدخلين فيها غير اللحم المفرومة شبت مجفف. هقول لكم هنجفف الشبت ازاي، فاستغربوا خلطة الشبت مع الجبنة مع اللحمة، طلعت تجنن. ساعات كتير وصفات نقراها او نتخيلها ما بتديش القراية دي حق الطعم، يعني الطعم مش هيبان الا لو جربتوها، في خلطات لازم نتجرأ ونجربها. طيب سامعين صوت المقلاة الهوائية ورايا؟ المقلاة الهوائية اللي هنعمل فيها الإمباناداز، ما رضيتش اسويهم، ما سويتش حاجة انا النهاردة قبل الهوا، مجرد حضرت التحضيرات، وهنعمل كل المقادير مع بعض. هي دي
الامبانادز. الامبانادز أكلة زي ما قلت لكم أسبانية مكسيكية، كلتها بأسبانيا، بتبقى محلات كده بالشارع فتحة، بتلاقوا مثلا امبانادز بالجبنة بالتشيكن باللحمة بالخلطات مختلفة بالذرة، بيستخدموا الذرة في المطبخ المكسيكي أو الأسباني، قلنا المكسيك أو المطبخ المكسيكي اللي برضه هو جزء المطبخ الأسباني. المحصول الاستراتيجي عندهم الذرة. أين هي الذرة؟ دي الذرة، وبيعملوا وصفات من الذرة وتورتية من الذرة. فهتلاقوا هنا الحشوة اللي عاملينها من الذرة، هندخلها المقلاة الهوائية، أجيب أنا بسخنها، لو لاحظتوا أني أنا مشغلاها بشغلها زي الفرن بالظبط، مش إحنا الفرن بنسخنه قبل ما نخبز، فلو حابين نخبز هنشغلها. وهي عبارة بكل بساطة عن وعاء أهو، والوعاء اللي تحت ده عشان نصفي لو في أي حاجة فيها زيوت بتنزل تحت، وبيتنظف بكل سهولة. الوعاء سخن دلوقتي، هاخد الامبانادز اللي هي قلت لكم عجينتها أقرب إلى التارت من العجائن التقليدية للفطاير. بروشكي والدامبلينجز هيبقوا قريبين جدا للعجائن بتاعتنا المختلفة. ففيها زبدة أنا مش هضطر أحط عليها أي طبقة من فوق، وفيها بيض، هي هتتحمر وبتبقى كريسبي ونشفة كده شوية. هندخلها مع بعض المقلاة الهوائية، أقرب دول كده في مكان ليهم كلهم، ممكن نزنق آخر واحدة أهي هنا نطلعها. أنا حطهم كنت في التلاجة، فلها كويس. وإلى المقلاة الهوائية بكل بساطة، عشان كده بقول لكم لذيذة بالساحل، ممكن حتى تخبزوا فيها الفطاير. هنشغلها، انا هفصلها دلوقتي ونروح على التمبريتشر. هي على درجه حراره 200، انا هخليها على 190 لان مش عايزاها تتحمر بسرعه وهي ما استوتش. وهنختار الوقت، هنديها اول حاجه 10 دقائق ونقول لها ستارت بكل بساطه. وممكن نبص على جوه المقلاه الهوائيه، نفتحها ونقفلها بكل امان. فهي لذيذه جدا زي ما قلت لكم للناس اللي عايشه لوحدها، للناس اللي بتحبش تشغل الفرن، في ناس عندها الافران ما بتجيش جنبها اصلا، فالمقلاه الهوائيه ساعتها كمان حلوه واستخدامها امن وسهل. تعالوا دلوقتي نقلي البيروشكي، نحطهم في الزيت، ولما نيجي نقليهم بصوا ليها طريقتين انه نقفلها، دي طريقه وفي طريقه تانية هوريها لكم لما نيجي نحشي الحشوه التانية. لانها هي قفلتها من هنا ومن هنا فلات، مش هنقلق انه الحشوه تطلع، لما نحطها بالزيت نحطها دي لتحت عشان نقفل على دي. تعالوا نحطها بالمقصوصه كده، هتلاقوا هنا في قطار الدقيق لسه قاليه واحده، بنحط الحته اللي قافلينها كده لتحت ومننزلها بالزيت ونضغط عليها كده شويه بحيث نتاكد انه هي مش هتفتح معانا في الزيت. وبتبتدي بصوا بيحصل ايه، تنفخ. يعني ايه تنفخ؟ من الاتجاه الصحيح اللي احنا عايزينه اللي هي الحته اللي فوق. تاني اهو نحطها بالزيت، نضغطها شويه كده عشان تدينا البيلو، زي البيلو بتبقى زي بيسموها ده بيلو شيب، شايفين شكل المخده نفخت من فوق مش من الناحيه الثانيه. نحط كذا واحده مع بعض، عجينتها سهلة جدا جدا جدا. بدفي اللبن اهو، خلاص حطفي النار عليه، نحط اللبن يدفى، اين اللبن اهو، نحط دي كده كمان. تعالوا نقلب دي، بصوا كده ضمننا انها قفلت من الناحية التانية، مضطرين اصلا نمسكها كده شوية عشان بقت هولو فيها الهواء فبتتقلب بسرعة للناحية التانية. بقلبها كده بثبتها شوية، نقلب دي الناحية التانية. تعالوا تاني، اذا بنبتدي الناحية دي لتحت اللي هي اللي فيها القفلة، وبنضغطها شوية كده، دي استوت. تعالوا نطلعها، شايفين شكلها؟ وعلى فكرة لو اتقلت صح ما بتشربش زيت كتير. فنطلعها على طبق فيه مناديل، نقلب دي الناحية التانية، خليها كده. دي خلاص نديها آخر تقليبة. إذا إحنا أهو بنسوي البيروشكي، وهنسوي دلوقتي في الإير فراير الإمبانادز، وهنبتدي بأول عجينة هي عجينة البيروشكي. دي استوت، ودي عايزة شوية. أنا هنا
الحرارة أنا وطيتها شوية لأنه كانت عليت قوي. طيب ليه وطيتها؟ علشان العجينة لو الحرارة عالية قوي 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 هتاخد اللون وتتحرق وهي لسه من جوه معجنة. ناخد الحتة دي قلنا لتحت نثبتها شوية فهتستوي، أو سوري يبان شكلها استوت بس هي في الحقيقة لسه من جوه عجينة ما استوتش. هتشوفوا في الدمبلينجز لما نحمر العجينة هنتأكد إنها استوت إزاي على البخار بكل سهولة. أنا هقلي الكمية عشان أقدمها بشكل حلو. آخر واحدة أهي. ممكن تعملوا شايفين أحجامهم أصغر شوية أكبر شوية، أرشح الوسط أسهل أصلا باللف. تعالوا هنا نطلع دول كمان من الزيت، أجيب لهم منديل ونحضر حاجة نقدمهم. دي خلاص لونها تحفة. المناديل بتصفي الزيت الزيادة. نقلب دي الناحية التانية. طيب خلي دول يتحمروا، فاضل لها دي شوية ولا خلاص؟ لا نديها دقيقة. العجينة عبارة عن ايه؟ العجينة عبارة عن الآتي: مي حليب دافي، نفتح العجان، هستخدم عجان ميانتا بيد العجان اللي هي بتبقى شكلها كده سبايرل، هنحط كوباية حليب دافي مش سخن، دافي فقط. ادي نص وادي كوبايه. ادي هو عايز الغطا ينزل في الوصف كده. احنا محتاجين سنه كمان. ودلوقتي هنحط، بس تعالوا قبل ما نحط حاجه نطلع اللي اتحمرت دي، عنا عليهم اهو، طلعها. بصوا نفخت ازاي مثلا دي اهو، برغم كل محاولاتنا فتحت شويه من تحت، بس الحمد لله الحشوه المهم ما تطلعش. نقلب دول ونقلب دي، دي بقى نقلبها ونثبتها شويه كده بس علشان البابل اللي فوق دي هتخليها دايما تقلب الناحيه الثانيه. خلاص ثبتناها. اذا حطينا كوبايه حليب دافي، هنحط لها بيضه واحده، هنضيف عليهم السكر. احنا هنحط خميره في العجينه دي وخميرتها كتيره. هنحط اين السكر؟ السكر اهو. هنحط معلقه سكر اهو قدامي مش شايفاها، نرجع ده هنا. سكر اهو، معلقه سكر كبيره. الملح موجود بالوصفه، خلونا هنا على الزيت موجود بالوصفه، بس عمرنا ما نحطه مع الخميره يا جماعه. دايما الملح يتعزل شويه عن الخميره علشان ما يبطلش قدرة الخميرة على التفاعل، لأن السكر اللي بيغذيها الملح اللي بهبطها شوية. فأنا حطيت الحليب، البيضة، السكر، وأحط الخميرة. الخميرة كيس خميرة، شايفين حطيت الكيس كله، وهخلط الخليط ده بسرعة كده لفة صغنطوطة. هنبتدي نحط الدقيق. الدقيق 3 كوبايات دقيق، ده نص كوباية، فهنحط 6. ادي 1 2 3 4 5 6. لو احتاجنا دقيق زيادة بنرش شوية، لو احتاجنا سوائل زيادة ممكن نحط حليب او مية. دلوقتي بنحط رشة الملح على الدقيق ونبتدي نعجن لحد ما العجينة تلم. بصوا، اذا كوبايه حليب دافي، بيضه، معلقه كبيره سكر، 3 كوبايات دقيق وملح، وفاضل لي معلقتين زبده سايحه. هحط الزبده هنا تسيح، نطلع فاصل ونرجع. حطينا البيروشكي على كاتنج بورد حلوه كده لذيذ، جنبها الساور كريم او الزبادي اليوناني. احنا بنقول بنروح لبلد معين وبنشوف نكهاتهم، بيستخدموا الساور كريم كتير في شوربه البنجر بالساور كريم، مشهوره جدا عندهم. فهنحط كده ساور كريم
لو احنا هنقدمها في طبق مش اون ذا جو، بس هي روعه اون ذا جو، ونحط لها شويه شبت بما انه الشبت موجود جوه الوصفه. الحشوه اللي هنعملها مع بعض حالا، ناخد شويه شبت كده ونحطهم هنا. وبصوا الطبق البسيط الحلو ده، نشيل دي، طبق بسيط جدا وحلو. وهنفتح واحده دلوقتي مع بعض، نعمل فقره التعذيب بس يعني تقل الحراره شويه، سخنه جدا. هناخد دلوقتي معلقتين هنا على العجينه كبار زبده، هنحط انا مش عارفه اجيلها منين، قيمه معلقتين كبار زبده سايحه، ونبتدي نعجن. انا وقفت العجن في الفاصل عشان تشوفوا معايا. احتمال نحتاج شويه ميه، احتمال نحتاج شويه دقيق، غالبا هنحتاج شويه سوائل، بس دايما ببتدي بالمقدار اللي هو ده، 3 كوبايات دقيق على كوبايه حليب بيضه ومعلقتين كبار زبده. انا عندي الحليب هنا اهو، في سنه حليب هتلاقوني دايما بسخنهم اهو زياده، ابتدت تلم. لمت على يد العجان، منعلي السرعه شويه. ايوه مش عايزين نستعجل نحط اي سوائل في البدري. شايفين تاخد وقتها العجينه، هي عجينه مش من العجائن الطريه جدا اهي. تعالوا سامعين صوت الاير فراير بتقول لنا نبص على الامبانادز. شايفين نرجع نحطها شويه تاني ونعجنها شويه تاني بس علشان تتجانس، بس عشان الصوت هعفيكم من الصوت ده. بنعجنها كمان دقيقتين وبنسيبها تخمر، وهحكي لكم حكايه لذيذه بس لما نطلع الامبانادز. هي دي العجينه، خليها هنا الى الاير فراير. جاهزين نبص على الامبانادز؟ بصوا هي دي اكزاكتلي، شايفين الجبنه اللي طالعه من جوه السايحه اهي، هي دي الامبانادز. تبقى مقرمشه كده وواخده لون، ممكن تاخد لون اكتر سنه. تيجوا نديها دقيقتين، نديها كمان دقيقه او دقيقتين. بكل بساطه بنقوم عاملين التايم، ننزله ل دقيقتين عشان ما ننساش، وبنقول لها ستارت. واحنا قلنا هنفتح واحده من دول، لا تعالوا نشكل العجينه. العجينه دي شايفين خمرانه ازاي، ودي عجينه الدامبلينج. دي اتعملت قبل دي، دي فيها خميره اكتر من دي، دي فيها بيض. يعني النهارده كنا بنتكلم واحنا بنحضر في المطبخ فيها بيض وزبده، بتهيألي عجاين الزبده والبيض ما بتنفخش زي الزيت وما فيش فيها بيض، وكمان عجينه خفيفه بالميه. قعدت اقول طب ليه، هي نفس الدقيق نفس الخميره نفس كل حاجه. هناخد العجينه ونحطها قدامنا ونفردها، بس هعمل حاجات كتير مع بعض. هروح اول حاجه على الطاسه عشان نبتدي نخلي اللحمه، اوريكم خليط اللحمه اللي احنا محضرينه. شويه الزبده دول اللي فضلوا هنحطهم هنا، وهاخد اللحمه اديتهم كرمله كده حلوه، مش هعمل كميه كبيره عشان تلحق تستوي معانا بسرعه. بنسوي اللحمه قبل البصل، نحط اللحمه كده تستوي قبل ما نحط البصل. البصل متقطع اهو مفروم ناعم، وعندي الشبت. الشبت ده بقى بحطه في الميكروويف بكل بساطة دقيقتين ثلاثة لحد ما ينشف. بصوا لونه وحلاوته، بقدونس، الشبت اللي انتوا عايزينه. شايفين لون اللحمة خد لون ايه من الزبدة؟ يجنن. هنحط مكعب مرقة على الكمية الصغيرة دي، ورشة ملح ورشة فلفل، ملح وفلفل، وفرشة اللحمة كده. بنضيف لها اول ما تطلع من على النار وتبرد سنه، بنضيف لها جبنه شادر محشيه، جبنه شادر، ودي مش اضافه من عندي، دي من الوصفه التقليديه، جبنه صفراء. دلوقتي بضيف البصل، وهضيف مكعب مرقه، وهضيف الشبت المجفف اهو، بس لحد ما اللحمه تستوي. بما انه ضفنا مكعب مرقه ممكن نضيف سنه ميه، هتخلي المرقه تدوب كده وترجع تتفخر، ما انتوا شايفين الحراره، سنه ميه كده تلم النكهات كلها، شبت والبصل والمرقه.
ما بنسويهاش زياده عن اللزوم، لسه هتنزل في حراره الزيت. اتاكد بس انه ما فيش حتت نيه قوي وخلاص، حطي النار عليها. وبعدين لما تبرد هتبقى عندنا بالشكل ده. اوكي، هضيف الجبنه دلوقتي، مش هضيفها لما تبقى سخنه لانه هتسيح. فهنضيف الجبنه للتشيدر ونقلبها، ودي حشوتنا. هل ممكن نحشي يا شيف الخلطه دي، العجينه دي، بالجبنه؟ اي حشوه، سبانخ، جبنه، احنا بنعمل الوصفه كما قال الكتاب، كما يعني اهل بلدها بيعملوها، بعدين احنا نطور فيها. فهنحط ده هنا ونفرد العجينه. مش هاخد قطعه كبيره عشان اوريكم واحده او اثنين بس. خلي العجينه هنا ونجيب لنا الشبك. وانا سامعه الاير فراير خلصت، هنرجع للامبنادز كمان شويه. نفرد، نعملهاش رفيعه قوي، نقول الحجم ده. هناخد السكينه، طبعا لو انتوا عاملينها اكبر هتقطعوها عدد قطع اكتر. نرجع كل ده هنعجنه تاني. اوكي، اوسعها شويه وهنقطعها. دي هتعمل لي اتنين تقريبا، نقطعها كده. بصوا، في طريقة بتقول الآتي، نحطها هنا كده وناخدها من هنا نقفلها كده، نقرصها. دي مش أنا الطريقة اللي عملتها، دي الطريقة التانية، كنت عاملاها كده قبل كده بس حبيت أجرب طريقة تانية. بنقفلها كده، بعدين من اتني اللي فوق دول على جنب كده بنبططها، وبناخد الطرف ده هنا والطرف ده هنا وبنلزقهم في بعض. دي اول طريقة وبنسيبها تخمر بالشكل ده. الطريقة التانية ممكن تبقى اسهل لناس كتير، مجرد بناخد الحشوة وبنقفل كده وكده. تأكد بس انه حطينا القطعتين اللي فوق على بعض عشان نقفل، وبناخد الطرف ده كده، صدور الحجم الصغنطوط، والطرف ده كده، نحاول نقفلها كويس وبتبقى بالشكل ده. دول بيتسابوا يخمروا قبل ما نقليهم نص ساعة، بترجع العجينة كده تنفخ تاني وتطلع حلوة في الزيت. تعالوا نقدم الامبانادز. أين العجينة؟ نرجع نحطها في طبق عشان دي عجينة حلوة ممكن نرجع نشتغل بيها. أنا عندي البول، ميكسينج بول، نحطها جنبنا، مش هضيع العجينة الحلوة دي. نطلع الامبانادز ونقدمها. ترارارا، بقت جاهزة. دول نسيبهم يخمروا كمان، هغطيهم علشان نشوف لما يخمروا حجمهم تضاعف شوية ولا لا. طيب الامبانادز هنقدمها برضو بشكل حلو. نجيب كده حاجة تراديشنال ونحطهم هنا. هفتح لكم حالا واحدة من دي وواحدة من دي قبل ما نطلع الفاصل. دول بقى لزاز جدا لكمان المناسبات، عايزين فينجر فود تعملوهم بحشوات مختلفة. بالمقلاة الهوائية شايفين زي الفرن. تعالوا نفتح واحدة، جاهزين. دي بحشوة الذرة والأجبان المكسيكية، طعمها يجنن. هالابينيو اللي هو الفلفل الحراق، سخنة قوي بس هدوقها الصراحة، تجنن. يو لاف ات. هنحط معاها كمان برضو ساور كريم، لذيذة معاها مع الذرة جدا. وتعالوا نفتح واحدة من البيروشكي. هاتوا نشيل اللحمة عشان نغرف الاثنين او نحطهم قدام بعض. هاتوا نحط دي هنا ودي هنا. جاهزين نفتح واحدة من البيروشكي؟ بصوا، واحد، شوفوا العجينة مستوية ازاي، اثنين، ثلاثة. العجينة مستوية ومورقة، شايفين هشة ازاي، تجنن. نعمل فقرة تعذيب واحنا بنطلع الفاصل. خطيرة، استنونا بعد الفاصل. Thank you.
وصفتنا دلوقتي هنروح لشرق آسيا ونرجع للأمبنادز الإسبانية آخر حاجة، لأن احنا سويناها فهنبقى شغالين بأريحية مجرد نعمل العجينة والحشوة، ووريتكم إزاي بتتسوى في أول الحلقة بالإير فراير. هنا هنعمل كل حاجة من سكراتش. أنا اللهم مخمرة عجينة، عجينتنا سهلة جدا، كوبايتين دقيق، عليهم كوباية مية دافية، عليهم نص معلقة خميرة صغنطوطة، فأنا هاخد يعني مقدار النص أهو بس. هنحط لها نص معلقة سكر صغيرة ونعجن، بعدين نرش رشة الملح، وفي زيت معلقة زيت كبيرة، هي دي العجينة اللي قلت لكم خمرت أكتر من عجينة الزبدة والبيض والحليب، معلقة كبيرة زيت نبات. قلنا دول هنسويهم سيرد تحمير بعدين على البخار، نقلب. لانه الكميه صغنطوطه قوي، انا عامله كوبايتين وما شاء الله يعني وعاء الحله بتاع ميانتا بياخد 2 كيلو دقيق، بس برضو نقدر نعمل الكميات الصغيره دي بالسيليكون اهو السباتشولا. بنزل الدقيق لانه عايزاها تتعجن كويس، يعني مهما عجناها بالايد مش هنفعل الجلوتين زي لما نعجنها بالعجان، يد العجان دي اقوى. بس انه طبعا انتوا ممكن تضاعفوا الكميه لو عايزين كميات اكبر، هي دي الكميه خلاص ابتدت تلم اهو. ممكن ازود لها نقطه ميه صغنطوطه كده تساعدها تلم. هاتوا ناخد الميه، هي لمت خلاص بس عشان تبقى سلسه اكتر من كده، ولا اقول لكم مش هزود حاجه، لمت تماما. انا اللي استعجلت النهارده، لمت تماما لدرجه انه حتى نظفت وعاء العجان، يعني ما فيش اي حاجه اهو ولا اي زيادات. اهي العجينه نلمها احنا بشويه دقيق ونسيبها تخمر، دي الكميه دي اتحولت لدي. تعالوا الاول نعمل خلطه الحشوه. النهارده حشوتنا سي فود، ممكن تبقى لحمه مفرومه كمان، بس كل الحشوات هتحط نيه. هتسوي على مرحلتين، سيرنج وستيمنج على البخار، مش لازم الحله دي، دي حله البامبو التقليديه، بس ممكن اي مصفى بغطاء على البخار هتستوي. عندي هنا جمبري، هاخد الجمبري كده. ممكن تاخدوا الجمبري اللي هو الصغير خالص الفروزن المجمد، سعره مش غالي ولذيذ بالوصفات دي. نفرمه كده، ما بحبش اهرسه قوي، بحب يعني ما ادخلوش المفرمه او الكبه، بيعجن. انا عايزاه تشانكي شويه فبالسكينه كده بنعمه. ما حبسش الفراخ قوي تبقى نيه، لانه الفراخ من الحاجات اللي ما ينفعش ناكلها مش مطبوخه او مطهيه تماما، فبخاف بس ما تطبقوش الوصفه كويس فتطلع فيه اي ريسك. خلينا بال ممكن الجمبري، ممكن اللحمه قلنا، وفي ناس بتحط مشروم وخضار اسيويه كتير. هنحط الخليط ده هنا ونحط له الاتي، النكهات بقى الاسيويه الحلوه. هنحط له جنزبيل، شايفين اهو هو طعم الجمبري مع الجنزبيل والثوم والبصل الاخضر، حط الاثنين الجزء الاخضر والجزء الابيض، وبتاخد فلفل ابيض، هو طبعا ممكن فلفل اسود بس هو بيليق اكتر الفلفل الابيض، صويا صوص، هي دي الملح اهي الخلطه، صويا صوص، ممكن عندنا اويستر صوص، هويزن صوص، دي اويستر صوص تدي لها سنه حلاوه، وانا هحط لها شويه نشا علشان تتماسك. دايما الحشوات اللي مش مستويه قوي بنضيف لها النشا، بتخليه النشا بيخليها تتماسك. معلقه كده صغنطوطه نشا، نشيل دول من هنا، نخلط الخليط، نشتغل بالعجينه اللي خمرت، سيبناها تخمر ساعه. هتأخلطه بايدي كده عشان اتاكد انه خد كل النكهات. بحب احط له سمسم جوه، هنحط سمسم على العجينه، بس بحب برضو نكهه السمسم معاه. بنقلبها حشوه تجنن للدمبلينجز، احنا عملنا كتير دمبلينجز قبل كده اللي هي الجيوزا والحاجات دي، شويه النشا دي هتساعدها بس كده تبقى ماسكه كحشوه. طيب خلاص احنا خلصنا كده، هنفرد العجينه والحشوه بقت جاهزه. تعالوا نبص مع بعض على العجينه وناخد شوية دقيق، هنا الدقيق عشان نفردها. نفتح الكيس، بصوا خمرانة ازاي، شايفين شايفين تسميها ايه دي، زي الخلايا كده تحسوها، شايفين الخروم دي الجروفز دي
ثاني أكسيد الكربون. الخميرة كائن حي، لما منديله الظروف الصحيحة من حرارة صح من سكر إلى آخره بتبتدي تتنفس. العجينة تقيلة بتتاخد أكسجين تطلع ثاني أكسيد الكربون. ده مكان البابلز أهو، شايفينه؟ هي دي فكرة التخمير. شايفين ما بين معانا قوي؟ شايفين التفاصيل دي؟ أنا دايماً بيقعدوا يقولوا لي يا شيف لو جالك فرصة تدرسي تروحي تدرسي من أول وجديد حاجة ليها علاقة بالطبخ هتختاري إيه؟ بكل يعني ثقة هقول لكم هروح أتعلم أرتيزان بريد، العجن والبيكنج. مش بتكلم عن الفطاير والحلويات، بتكلم عن الخبز، مخابز اللي بأوروبا دي اللي بتطلع الساور دو والراي اللي هو الشعير وي وي والباجيت. عندي غرام بفكرة الكيمستري، ازاي الحاجات دي هي كيمياء، ازاي بتتفاعل وبأي درجة حرارة والخبز والرطوبة والحاجات دي. هنفرد كويس، هعمل لكم واحدة علشان نلحق قبل الفاصل نحمرها ونحطها بالستيمر. خلوني أجيب السكينة، سكينة ثانية نعملها على شكل، مش هرفعها قوي أوكي، العجائن دي بتبقى شوية، البانز دي يعني بتبقى تخينة شوية، فهاخد هنا حتة كده اهي نوسعها كده فلتكن دي، نوسعها بإيدينا كده، ناخد معلقة. ما الكنترول هتقعد تقولوا لي دقيقة دقيقة. الوقت بيعدي بسرعة على فكرة في البرنامج، أنا كل شوية بقعد أقول الوصفات دي هتخلص وهقعد أعمل إيه أنا باقي الحلقة، والوصفات ما بتخلصش والوقت اللي بيخلص، وكنترول دوره الصراحة إنه يعمل كنترول على وقت الحلقة. بنقفلها كده، شايفين زي السرة، كويس كويس، وبعدين بنعملها بالشكل ده وبنروح شوية زيت سمسم أو زيت نباتي، طاسة سخنة جدا، وزي ما عملنا الحتة المقفولة تبقى هي اللي تحت، منديها تحميرة. هعمل كذا واحدة نديهم تحميرة ونرجع بعد الفاصل نحطهم مع بعض على الستيمر. هل كفيل التحمير إنه يسويها؟ هيسويها لو غطيناه شوية بشوية مية، بس مش هتاخد الفلافينس ده بتاع حلة البخار. هكمل كم واحدة وأحطهم يتحمروا هنا خلال الفاصل، ونرجع ننقلهم هنا ونبتدي بعجينة الامبنادز والحشوة. استنونا. قبل الفاصل حطينا العجينة اللي عملناها، قفلناها كده، حطينا دي الأول على الزيت اتحمرت، وبعدين قلبناها الناحية التانية اتحمرت. هل ده يضمن لنا بشكل كافي إنه العجينة من هنا استوت؟ لا، مع إنه في ناس بيعملوها بالطريقة دي، بس أنا أفضل إنه نروح على مصفى على البخار، حلة بامبو. حلة البامبو يقال زي ما بنقول إنه الطاجن الصعيدي بيدي الأكل نكهة أو نتيجة أحلى، إنه بيدي نتيجة أحلى، وما إنه موجود هنستخدمه، بس مش شرط أبداً إنه ما نعملهاش عشان ما عندناش الستيمر. هنحطها 4-5 دقايق كده نتأكد إنه العجينة من جوه هشة واستوت. تعالوا نعمل مع بعض الإمبانادز. حط على النار أنا هنا طاسة فيها الذرة، شوية زبدة مع الذرة، بحب دايما الذرة أديها كده لفة مع الزبدة ومع الملح تاخد النكهات، ويا سلام لو اتحمرت كمان يعني خدت لون. خلي الذرة تتحمر، تعالوا نعمل العجينة. هنا عندي محضرة الطعام من أساسيات المطبخ من ميانتا، بسيطة جدا، وعملنا فيها كل الفطاير، العجائن اللي هي كانت للتارت والباي، وقلنا الامبانادا اللي هي دي اللي بنحضرها دلوقتي عجينتها زي الفطاير. وعلى فكرة بتتعمل الامبانادا بالتفاح والقرفة بحشوات مسكرة، مش شرط تضيفوا للعجينة سكر، خليها متوازنة، الحشوة تبقى هي مسكرة. هنحط كوبايتين دقيق عليهم 200 جرام زبدة اللي هو الصباع الزبدة الصغير، اوكي، ونحط لهم شوية ملح، ودي مفروض هي عجينة التارت عادة بنلفها سنة مية، احنا هنضيف لها بعد ما نخليها ساندي تكستشر مرملة كده بيضة. أنا أتأكد بس إنه حاطين الفيشة. كده
كده الزبده اختلطت بشكل متجانس جدا مع الدقيق. بصوا مش هتعرفوا فين الزبده وفين الدقيق. هنضيف بيضه، وبالتارت احنا ما بنضيفش بيضه بس في العجينه دي. وهنضيف شويه ميه ساقعه، واحنا بنلف بالتدريج خفيفه كده، حاطه تلج، انا ميه متلجه علشان العجينه تلم. اول ما لمت شفتوا، اول ما ابتدت تلم وقفت الميه، هي دي العجينه. طب ليه ما عجنهاش دقيقتين وثلاثه واربعه؟ احنا مش عايزين نفعل الجلوتين، احنا عايزينها كريسبي بتتفتفت. فكل اللي بنعمله انه على طول بنطلعها العجينه ساقعه. ليه؟ لانه حطينا الزبده قلنا من الثلاجه، وحطينا الميه متلجه علشان عجائن الباي او عجائن الزبده اللي نسبه الزبده فيها تقريبا تكاد تكون 50% من نسبه الدقيق. يعني عاده كوبايتين الدقيق بياخدوا كوبايه زبده، احفظوها بالشكل ده. مع الحراره لو الزبده طريه مش هتطلع النتيجه كده، ولو الميه مش بارده وايدينا اصلا فيها حراره جسم الانسان بتخليها للعجينه تطرى. كل اللي هعمله اني اخد شويه دقيق، ولو طريت مني ممكن افردها احطها في الثلاجه شويه وبعدين افردها. احط شويه دقيق ونفردها، وهنا ممكن نعمل الحشوه اللي احنا عايزينها، اي حشوه احنا بنحبها، جبن. النهارده حبيت اغير لكم بس بفكره الذره. الذره من الحاجات المكسيكيه والاسبانيه الاصيله. بيستخدموا هناك جبنه اسمها كواسو. الكواسو دي شبهها قوي الجبنه الفته اليوناني، او ممكن نحط جبنه اسطنبولي. الجبنه المهم تكون البيضه الحادقه اللي بتفرفت. فانا بقول لكم في ايه بيستخدموه وايه احنا بنلاقي له بدائل، البديل اليوناني والبديل المحلي. الفلفل الهالابينيو ممكن نستبدله بالفلفل الاخضر الحراق. هي فردناها ومنقطعها بالكاترز الحجم اللي احنا عايزينه اهو، بكل بساطه، سواء حلوه او حادقه هي دي العجينه. بنشيل الباقي ده كله كده، وبنحط القطع دي هنا عشان نحشيها. شفتوا سهولتها؟ الدورة اهي ابتدت ايه تفرقع. احكي لهم الكنترول الصبح كنت بتكلم في ايه مع الكيتشن تيم عندي، حاجة كده يعني تساؤل وجودي. البوب كورن، الفشار، مين أول واحد اكتشف أو إزاي اكتشفوا إنه لما نحط البذور الفشار نوع معين كده بتفرقع؟ قعدت أقول أكيد في حد هو أول واحد اكتشف الموضوع ده. بصوا ابتدت أهي تتحمص، تاخد لون، هنجيب طبق. أكيد في شخص اكتشف الموضوع ده، أكيد بعد قعدت أقول يمكن حادثة، يمكن مخزن ذرة مثلا ولع فطلع الفشار. مين أول واحد شاف الملوخية وقال ما هي ورقه زي كل ورق الاخضر، دي هتتفرم وهتتحط مع شوربه وتطلع عشق للناس هتفضل سنين طويله؟ دايما بحب افكر مين اول واحد شاف الباميه وقرر الباميه حلوه مع الطماطم. يعني لو عندكم معلومات ابعتوا لي. تعالوا هنا هنحط عليه الاتي، هنحط بصل اخضر، وهنحط جبنه بارميجان، وهنحط جبنه اللي هي قلنا الفته او الاسطنبولي فرفتها، وهنحط فلفل هالابينيو. ممكن تحطوا انتوا الفلفل الاخضر الحراق، الهالابينيو اللي هو المكسيكي موجود على فكره عند البقاله في السوبر ماركت، واسعاره بقتش غاليه خالص. يعني العلبه من دي الصبح انا قاعده ببص على اسعارهم، المستورد منها بتبقى يعني معديه ال 50 جنيه في براند، وتبقى طريه. شايفين ده مقرمش ازاي؟ دي كانت ب 19 جنيه علبه كبيره كده. قعدت اقول المره الجايه هجيبها من عند البقاله في السوبر ماركت. وهنقلب الخليط ده، وبيتحول معانا بيسيح حراره الكورن، الذره هتسيح الجبنه. هناخد هنا، مش هنحشي، قلنا الحشوه وهي سخنه. هناخد هنا الحشوه، اي حشوه، ونقفلها كويس، وسهل قفلها لانها عجينه زبده. نقفلها كويس، وقلنا تسويتها بالفرن او بالمقلاه الهوائيه احلى واسرع. هناخد اين الشوك؟ كان عندي شوكه، هكتشف هي فين دلوقتي حالا، موجوده في حته اهل. هناخد بالشوكه كده ونعمل الشكل التقليدي البسيط ده اللي بيديها شكل وبيقفلها كويس. سوينا مع بعض الامبانادز في اول حلقه، تعالوا نبص على، بصوا نفخت ازاي. هناخدها هنا، اوه
ونزلوا في الميه واتكسرت البامبو والكنترول خد اللقطه اللي هو عايزها، هنطلعهم حالا من الميه. الستيمين كده كده نوع من انواع السلق يا جماعه على البخار، هنطلعهم كده. كنت حابه بصراحه اقدمهم بالبامبو ستيمر، بس دلوقتي حالا هنجيب حاجه تانية ونقدمهم. خليكم معايا لان الكنترول قاعد برضه بيقول لي دقيقه. هنشيل دول وهناخد دي ونحطها هنا بالشكل ده وهننقلهم. انتوا بقى ما تسلقوهاش في الميه، في فطاير مسلوقه بتبقى زي الوانتن، هي نفس العجينه بنسلقها في الميه واسمها وانتن سوب، او عملناها كمان الوانتن سوب. بس هنحط دول هنا و تعالوا نديهم شويه سمسم، شويه بصل اخضر، حط لهم سمسم وشويه سمسم اسود بديهم لون حلو، وهنحط البصل الاخضر شكلهم يجنن. تفتكروا هنكتشف انه سلقهم بالميه هيطلع طريقه لذيذه؟ هنفتح واحده مع بعض ونعرف حالا. خلوني بس امسح ايدي، زعلانه على الستيمر اللي باظت دي يا كنترول. مشكله ما بلاقيهمش في مصر خالص، نادرا. هتجيبوا لي واحده هتعملوها لي عموله حبايبي؟ انتوا دايما ايه بتعملوا لي ستريس بس برضه بتسعدوني. هناخد شويه صويا نحطها هنا عشان برضه ممكن نغمس بالصويا، مفيش حاجه هتثنينا انه نقدمها بشكل حلو. وهنحط لها شويه زيت سمسم، ونحط لهم شويه بصل اخضر، شويه سمسم تاني، وممكن تحطوا لها شويه فلفل حراق، شويه عسل، اي ايجن صوص. وتعالوا نفتح واحده مع بعض، لن يثنينا ما حصل انه نشوف شكلها من جوه. العجينه فيها التشوينس، جاهزين؟ هاتوا نشوف الحشوه فيها التشوينس، الشده. بصوا حشوتها، احنا هندوقها حالا حالا واقول لكم فعلا هل اثرت الميه عليها ولا لا. طعمها يجنن، الجمبري مع الثوم مع الجنزبيل مع البصل. العجينه بصوا مستويه تماما، ما تسلقوهاش بالميه، اعملوها على البخار بس. النهارده عملنا فطاير من حول العالم، عملنا فطاير من اسبانيا، عملنا فطاير من اوكرانيا، وعملنا فطاير من شرق اسيا. جربوها هتحبوها، احشوها الحشوات المختلفه، و سوينا على البخار، سلقنا بالميه وقلينا بالزيت والمقلاة الهوائيه، طرق مختلفه للفطاير. اتمنى حلقتنا تعجبكم، اعادتها دايما بتبقى دايما كل حلقاتنا على اليوتيوب بس الساعه 3 العصر على القاهره والناس 2 و6 المغرب القاهره والناس 1. بحبكم، مكملين باحلى حلقات ورحلات حول العالم مع ميس شو، استنونا.